رقصات شعبية يمتاز بها أهل الأردن، والطبول تعكس ثقافة شعب السنغال، بينما زي يوضح التراث الهندي. كل هذه الأشكال جمعها مهرجان ثقافات الشعوب الذي ترعاه جامعة عين شمس المصرية. ساعات الطلبة في أول سنة ولا اتنين بيبقوا مكسوفين، يروحوا البلد اللي بيدرسوا فيها في أي حتة في العالم، ويبقوا بياخدوا ناحية أكاديمية وبعدين منعزلين، عايزين نفك هذا الانعزال، خاصة دلوقتي بقى عندنا 10,000 طالب من 77 جنسية في مصر، أو في بالذات في جامعة عين شمس 77 جنسية، 10,000 طالب من 200,000، يعني حوالي 5% من طلبتنا وطلبة دوليين، فخورين بيهم، بنرحب بيهم. احنا اليوم كلنا كدول عربية ودول أوروبية مجتمعين في ثقافات الشعوب، نتناول ونشوف كل الثقافات مجتمع في يوم واحد. أبارك لهم هذا اليوم وهذا الجهد، وإن شاء الله دائما مثل ما تعودنا دولة الإمارات تقول إحنا دائما قلب واحد مع دول العالم. يشارك في المهرجان أكثر من 30 دولة من إفريقيا وأسيا، ولأول مرة من أمريكا الجنوبية، يحاولون تقديم التراث الحي لبلادهم وتبادل الآراء والأفكار بينهم وبين الشعوب الأخرى. دي احلى حاجه في مصر وفي عين شمس بالذات وفي كل الجامعات، بس عين شمس ان فيها جنسيات كتير قوي، وانا في جنسيات عمري كنت اتعامل معاها وكل حاجه، عرفت اكتر وبين اصحاب. نحن هنا ممثلون عن الهند، نحاول عرض قيمه التراث الشعبي لدينا. في الجزء المخصص لنا نقدم ابرز الشخصيات الهنديه واعلانات الافلام الشهيره ومشاهد من الحياه الهنديه. وتقدم الجامعة من خلال هذا المهرجان فرصة للجميع على اختلاف ألوانهم وجنسيتهم في خلق شخصية واسعة تكون سفيرة للتعليم المصري على أرضها. ثقافات متعددة تحت سماء واحدة، سماء القاهرة التي تجمع أكثر من 70 جنسية تعرض تراث بلادهم وملابسهم وأكلاتهم الشعبية. كريم شيخ الغد، القاهرة.